ديبا محمد مقيم في هولندا بيوتريخت اكثر من 45 عام، فاعل جمعوي. احنا اليوم كنتحاضروا هنا في يوتريخت، مدينه يوتريخت في الحي ديال كانال ايلاند، واللي فكرنا درنا واحد اللقاء مع الاخوان ديالنا على حساب الاخوان ديالنا المسنين، على حساب المسائل القوانين اللي تغيرت ليهم ما بينهم وبين البلديه ديال يوتريخت، شنو عندهم حق فيه وشنو ما عندهمش الحق فيه. ومن ثم تطرقنا للمسائل الاتفاقيه اللي كاينه ما بين هولندا والمغرب. لان والبارح عاد كنشوفوا السيد الوزير خاض واحد الموقف ديالو مهم على حساب اتفاقيه اللي بغات هولندا تلغي مع المغرب، وحنا فرحانين كمواطنين كجاليه المقيمه بهولندا بصفه عامه بان وزاره وحكومه اللي واقفه في جنبنا وخذت واحد الموقف مهم، ويعني ما خايفاش من هولندا بالتهديدات اللي كتهدد الجاليه المقيمه في هولندا. وفكرنا اليوم درنا هذا اللقاء هنا باش نتلاقاو مع الاخوان، نشرحوا لهم المواقف ديال الجمعيه ديالنا مع الاخوان فين كانوا وصلنا، ونشرحنا لهم الحكومه ديالنا التساؤلات ديالهم، الحكومه ديالنا فين وصلت مع الحكومه ديال هولندا. وهذا الشيء ماشي اول مره، لان من نهار بدات هذه الاتفاقيه اللي كتهضر عليها هولندا والغاء ذاك التعويضات العائليه للشباب ديالنا اللي في المغرب، وحنا واقفين في جنب الاخوان ديالنا اللي مقيمين في يوتريخت وفي هولندا بصفه عامه. وعدت لقاءات اللي درنا هنا وفي بلايص اخرين مع الاخوان ديالنا، وعندنا كنعيطوا على الاساتذه ديالنا والاخوان اللي الحقيقه اللي غتكلموا معاهم دابا اللي مسؤولين في مجلس البلدي ديال يوتريخت، اللي عندهم معرفه وعندهم ثقافه هولنديه. كنتشاوروا معاهم وكنجمعوا كل خطره كنشوفوا هذا الملف فين غادي يوصل، وحنا كنتمناو ان شاء الله هولندا تاخذ هذا الملف بعين الاعتبار وتحيد هذا، يعني ما غاديش نقولها العنصريه، يعني هذا الحكومه ديال التلعب في الاحزاب ديالها تاخذ واحد الموقف، اللي احنا بناء اولادنا راه هولنديين، والسين الاول راه ما بقالوش، ولكن السين الاول والتالي راه ما عندها مات، يعني راه اولادهم بينهم وبيناتهم، ولكن بالنسبه للدراري اللي خضوا والديهم توفوا في المغرب وخذوا تعويضات ديالهم وخذوا المسنين في المغرب، هذوك راه من حقهم، خصها تحاول شويه تحتفظ على هذه الافكار اللي كيجيو ما بين كل ليله يصبحوا بواحد اتفاقيه اخرى على حساب المغرب. وكنطلبوا ليهم ان شاء الله يفكروا مزيان، وحنا راه حنا هذه البلاد عشنا فيها ولدنا فيها ومقيمين فيها، راه هذا هو، حنا كنتسماو مغاربه، نبقاو مغاربه كما كان النوع ديالو، راه حنا مغاربه، ولكن حنا كمغاربه هولنديين راه ما عندهم فين ما عندهم لاين علينا وحنا ما عندنا لاين عليهم. وكنشكر هذا الاخوان ديالنا اللي كيجيو يزورونا هذا اللقاء ديالكم، وكتصوروا وكتبعوا بواحد الجاليه بواحد يلاه بديتو، كنتمنى لكم التوفيق لان تابعين الاحداث الجاليه فين ما كاينه، وحنا راهن الاشاره باش نوقفوا معكم ونساعدكم. وكنتمناو ان شاء الله حتى من الاداره ديالنا من الوزاره ديالنا يدعموكم ويحاولوا كيفاش يوقفوا معكم، لان احنا حقيقه يعني ناقص من جهه ديال الجاليه، حتى شي واحد ما كيعرف في المغرب شنو كنديروا. وشكرا للجميع والجمعه مباركه ان شاء الله. الوكيلي مصطفى مستشار في الاداره في المؤسسه الهولنديه للهجره، استدعوني الاخوان اليوم باش نشارك في هذا اللقاء هذا اللي هو اللقاء الجمعوي اللي غادي يتطرق لواحد العدد ديال المواضيع اللي من جملتها قانون الفيمو الجديد، يعني التغطيه الصحيه، الاتفاقيه الاجتماعيه ما بين المغرب وما بين هولندا، وال منطل زورخ يعني المساعده في المواطنين اللي محتاجين لواحد النوع ديال المساعده خاصه. هادو هما المواضيع اللي شاركنا اللي هضرنا عليهم اليوم. كيفاش كتقيم هذا اللقاء هذا؟ انا كنظن على انه كان لقاء حي، احنا شفنا على الناس فعلا كتشارك بواحد الحراره، انه مهم للانسان بالنسبه للمواطنين باش يعرفوا هذه الاشياء هذه، باش يعرفوا فين يلتجؤوا فكاش ما احتاجوا لواحد الحاجه.
ومهم للتوعية عامة لجميع المواطنين. فهذه اللقاءات خصها تقع يعني تلقائيا وتقع مرارا وتكرارا حتى يمكن لجميع المواطنين يستفدوا من جميع المعلومات اللي كتعطى في هذه اللقاءات. شكرا لك. أهلا وسهلا. مع عبد القادر الطهريوي، واحد من المؤسسين ديال مؤسسة عاطفة زورخ، وعاطفة زورخ كتهتم بالمسنين المغاربة وبالأخص بالعناية ديالهم في هذه المدينة ديال أوتريخت. واليوم كنا نظمناه على حسب التغييرات اللي وقع في العناية الصحية، والموضوع ديال تنقيل الجثة للمغرب في الحالة الإنسان فاش كيتوفى هنايا. ولاحظنا اليوم ما هضرتوش على نقل الجثث للمغرب. نعم، هذا الموضوع ما قدرناش نتكلموا عليه لان مع الاسف كنا عارضين على البي ام سي باش غتجي تحضر معنا وتعطي معلومات، ولكن في اخر مطاف قال لك ما غيقدروش يجيو لان ما عطاوهمش الاوتوريزيسيون من باريس، وهذا كيأسفنا كثير لان كاين بزاف ديال الاستفسارات من المطلوبه يعني من عند بالاخص المسنين. واش كتبان لك بانه هروب من البنك او لا تلاعب؟ ما قدرش نحكم عليهم، ولكن تلاعب على الاقل في النقطه المواعيد، لان كنا مواعدين باش غيجيو ولكن في اخر مطاف ما جاوش. قدرت تلخص لنا شنو وقع اليوم؟ اليوم تطرقنا للموضوع ديال التغييرات في العنايه الصحيه على العموم، وتطرقنا الموضوع ديال الدخل بالعلاقه ديالو في الاملاك في المغرب بالاخص المنازل اللي عند الناس في المغرب، لان هذا الموضوع كيشغل الناس هنايا بزاف، والناس عندهم تخوفات لان كيجيو معلومات بان الناس كيقدروا ينقصوا لهم التعويض ديالهم الى اخره الا تبتوا عليهم عندهم املاك في المغرب. كلمة أخيرة لنا. اللقاء كان مفيد، كنظن بزاف الإخوان استفدوا، مع الأسف ما طرقناش المواضيع كاملة اللي كنا غنطرقوا لها، ولكن إن شاء الله في مجالات أخرى أي مرة أخرى إن شاء الله نطلقوا المواضيع أكثر. ملكة خطاب، كنخدم عند بيوتيم كان ايلاند ان اوتريخت. بيوتيم هي جمعية خاصة في اوتريخت من طرف البلدية تاع اوتريخت. بيوتيم كتساعد الناس اللي عندهم مشاكل باغ اكزومبل في مشاكل بحال اللي ما قدروش يخلصوا الكرا، عندهم مشاكل في الكريدي، داروا شي طلب على في الصحه، الروستو هذاك الكرسي المتحرك، مشاكل كثيره بزاف. بالنسبه للخدمه ديالك، واش النسبه ديال الناس اللي كيجيو عندكم واش بأين جنسيه؟ مغربيه، هولنديه، مخلط؟ مخلطين، غالبيا المغاربه حتى الاتراك هولنديين، ولكن لا بليبار كنشوفوا المغاربه بزاف في كانا ايلاند. بحكم انك مغربيه، واش هذا الشيء كيعاونك في الخدمه ديالك؟ ومثلا الباترون ديالك او البلديه كيعجبها الحال باش تخدم مغاربه في هاد الميدانات؟ بالنسبه للبلديه دارت مزيان، خدات المغاربه باش يعاونوا المغاربه ديالهم. العائق الكبير هو اللغه وحتى الكولتور، الثقافه شويه، حنا كنتفاهموا بعضياتنا. زعما المغاربه الكبار اللي كاينين في السن، واش الاغلبيه اللي كبار في السن او لا كيجيو عندكم حتى الدراري اللي كيكونوا شباب؟ شباب وكبار، حتى الشباب كيجيو ماشي غير الكبار، ولكن غالبيه كتشوف الناس الكبار عندهم العائق كبير، الناس كبار كيجيو بزاف لان اللغه، ولكن حتى الشباب بصفه عامه حتى ما كيجيو. شكرا لك. ميرسي. بوشعيب سعدان، رئيس موبين، وموبين هي نقابة المسنين المغاربة بهولندا. احنا تأسسنا 2010، والهدف علاش تأسسنا هو للدفاع عن مصالح المسنين المغاربة، لأنه احنا كنشوف بأن واحد العدد ديال الحقوق ديال المغاربية اللي هي ضيعة، لا في الميدان الاقتصادي ولا في الميدان الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال بانه حنا كنعرفوا بان المسنين المغاربه اللي خداو دابا التقاعد كلهم عندهم واحد النقص ديال الا او في. حتى واحد فينا ما عنده الا او في كامله. شنو هو الا او في؟ الا او في هو داك التقاعد، هو ديك داك التقاعد النسبي اللي كناخذوه من سوسيال فيرسيكس بنك. يعني لانه هو داك الا او في خاص الانسان اللي هو 50 عام سكن في هولندا قبل ما يوصل 65 عام عنده كيتمتع بالحق ديالو كامل 100%. اما الا جيتي غير عام كل عام جيتي هنا قصنا في هولندا، اذا عندك 2% ناقصين. اذا كنعرفوا بان واحد العدد من الناس اللي جاوا عندهم 20 25 30 عام، مثلا الانسان جا هنا دوز 40 عام وخد التقاعد ديالو النسبي، اذا ديك الساعات كيجيه الا او في ناقصه ب 20%. ولهذا حنا كنلقاو بان الاخوان ديالنا اللي هما لحد الان خداو التقاعد كلهم عندهم واحد النقص في هذاك التعويض ديال التقاعد. اذا شنو كيكون مضطرين باش كتعطاهم واحد الاضافه اللي هي اللي في حق بايستون اللي كنسميوها ايو اي او، هذه كتعطى لاي واحد الان اللي هو ما عندوش ذاك المستوى الادنى اللي يمكن له باش يعيش في هولندا. اذا حنا كنقابه ديال المسنين كنحاولوا ندافعوا لهذه المصالح ديال المسنين، ولكن هي ذاك المشاكل ديالنا هي كبيره بزاف. على سبيل المثال كنشوفوا بانه هو حتى الحكومه الفايته كانت فرضت على الناس اللي هما مسنين مغاربه اللي هو عندهم كيتقاضاو هذاك الايو ما يمشيوش للمغرب اكثر من 4 سيمانات وخصهم يرجعوا، والا يتقطع لهم هذاك الايو ماشي الاو في والا من ذاك الايو. حنا بفضل المساعده اللي خديناها مع نقابه المسنين الهولنديين هنا اللي تعاونوا معنا في المساله هذيك، على الاقل ما بقاتش 4 سيمانات ولكن ما بقاش شهور، هبطت 3 شهور. اذا اي واحد مسن مغربي بغى يمشي للمغرب وعنده هذيك الايو يمكن له يمشي 3 شهور، ولكن الا جلس في المغرب اكثر من 3 شهور كتضيع له ديك الايو، ماشي البنسيون، غير هذيك الطريف ديال البايستان يضيع عليه الا جلس اكثر من 3 شهور. اذا المشكله الثانيه هو هذا المشكل اللي هو الناس كتقلقهم هاد سوسافر جانكس بانك على حسب واش عندك الدار في المغرب خاصك تعطينا هذيك النمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك الى اخره باش تروح في البحث. حتى هذيك عام الاول ملي نض ديك الضجه هذيك على الاقل ندنا حنا تجندنا مع عديد من الاخوان من المؤسسات المغربيه هنايا على الاقل باش لقينا ذاك الشر هكاك، باش لانهم كانوا كيطلبوا من الناس كلهم باش يعطيهم ذاك البطاقه رقم البطاقه ديالهم، ولكن على الاقل دابا تقلصت او قلت الا لبعض الناس. ودابا هذوك الناس اللي هما كيتلاقاو هذيك المشاكل مع السوسيال البنك حنا كنحاولوا بالمساعده من بعض الاخوان المغاربه اللي هم محاميين باش كنتعاونوا معاهم على الاقل باش يديروا شي رد اللي هو معقول. والنقطه اللي هي مهمه كذلك هو ان ذاك الحجاج، لان كنعرفوا بانه هو في هذا العام الفايتين كانوا بعض المؤسسات اللي كيديو الحجاج كياخذوا الفلوس ديال الناس وما كيديوهمش، اذا الناس كيضيع عليهم ذاك الفلوس ديالهم وما كيمشيوش للحج. ولكن بفضل ذاك المجهود اللي درنا الاتصالات مع السفاره ديال السعوديه ودرنا واحد على الاقل طلبنا منهم باش هذوك المكاتب اللي كيديو الحجاج ما يعطيهمش الرخصه الا كان عندهم مشاكل. وعلى ما شفنا بانه هو لهذا العام الاخر الحمد لله ما كانش مشاكل ديال الحجاج، ولكن احنا ماشي قلنا المشكل تحل، المشكل يقدر يرجع كل عام، ولكن احنا كل عام ان شاء الله كنحاولوا ما امكن باش قبل الموسم ديال الحج باش غادي هذا العام هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نجلسوا مع ذوك المكاتب اللي كيديروا الحجاج باش غادي نهضروا معاهم في هذه المساله هذه ونحاولوا نديروا معاهم شي اتفاقيه باش الاخوان والاخوات اللي غيمشيو للحج ما يكونش عندهم مشاكل. وحنا اي اتفاقيه وصلنا لها غادي نخبروا الجاليه اللي المسلمه على الاقل عبر المساجد. هادو بعض النقط اللي هما قمنا بهم، واللي كان والهدف الاخر اللي هو كنلح عليه وكنطلب من الاخوان المسنين
المغاربه هما التضامن، لانه وحنا ما مضامنينش، لانه وحنا خصنا نتحدوا وخصنا نتقواو، لانه الا ما اتحدناش وما اجتمعناش وما درناش واحد النقابه اللي هي قويه وعندنا واحد العدد كثير ديال الاعضاء باش نهضروا باسمهم، غادي نبقوا دائما ضعاف، واي حاجه اي ضربه جات فينا كل واحد كيضرب بوحديته وواحد ما كيسير خبر الاخر. حنا على الاقل هذا النقل ديال المسنين رغم بانها باقا فتيه باقا جديده ماشي مده طويله، لان من 2010 2015 الا دابا 5 سنين باش تكوننا على الاقل ولا عندنا واحد الصدى، ودا عندنا واحد العمل المشترك مع نقابات مسنين اخرى لا ديال الجاليه هنا على حسب الترك وحسب السورينام وحسب كاع الجاليات كلهم. حنا كنعملوا دائما عمل مشترك وكنخدموا حتى مع النقابات المسنين الهولندا اللي هما في الحقيقه كيساندونا في جميع المدن اللي كنطرقوا لها. هذا اللي كنبغي نقول للاخوان. أمينة بركان أباخو من المؤسسين ديال مؤسسة عاطفة جرخ. دابا حنا هاد المؤسسة هادي تأسست في شهر 3 مارس 2014. الهدف ديال المؤسسة أصلا كان مساعدة المسنين المغاربة، المسنين هذوك الجيل الأول اللي جا في سنوات الخمسينات الستينات اللي جا هاجر وبنى الاقتصاد ديال هولندا. احنا شفنا بلي هاد الناس هادو مساكن كبروا، وصلوا 60 وصلوا 70 وصلوا 80 سنه، تقاعدوا، امراض صحيه، كاينين حالات يعني يرثى لها كنشوفوها في العمل ديالنا، تنمشيو عندهم مساكن الديور ديالهم، ويعني كنحاولوا نعاونوهم يعني في جميع المجالات ولكن بالقدرات ديالنا، واخا حنا ما نقدروش نعاونوهم حنا كنصيفطوهم للمؤسسات اللي غادي يقدروا يساعدوهم. عاطفة زورخ حاليا بدات بالعناية اليومية للمسنين المغاربة. العناية اليومية يعني كتعني انهم ما كيباتوش عندنا، كيجيو من 9 ونص كيجيو عندنا كيقيلوا معنا حتى كيمشيو مع 4 ولا 5 الضيوف ديالهم. هما مسنين ناس كبار اللي ما بقاوش كيشتغلوا، كبروا ولادهم كبروا حتى هما، يعني كان حتى اللي عنده ولادو وصلوا 50 و 60 سنة، كاين يعني حتى ولادهم مساكن براسهم كبروا، وما وهاد المسنين مساكن يعني ما قارينش اللغه، ما عارفينش الثقافه والتقاليد ديال هولندا، يعني واحد الجيل اللي منسي اللي مهمل يعني بمعنى الكلمه. كيجيو مساكن كيقيلوا معنا، تنديروا لهم انشطه، كاين واحد الاخ كيجي كيعطيهم المعلومات وداك الشيء ديال هاد المسائل يعني اللي هما محتاجينها، قهوة أتاي، راك عارف داك الجو المغربي كنحاولوا نهيئوه ليهم، راكم درتو وشفتوا الجو هنا كيفاش داير، وكنحاولوا مساكن نخفوا عليهم الهموم ديالهم. هذه هي شنو كدير عاطفة زرخ. شكرا على وجهك. بوكعنون المهدي، انا كنعاون هنا في هذه المؤسسة فرايفيلخ. حنا كلشي اللي كيخدم هنا فرايفيلخ، ولكن اللي حنا كنعملوهم هنا الانشطه لهاد الناس، نعملوهم الماكله والقهوه ونعاونوهم في المسائل كل المساله، ولكن كتمولنا البلديه، يعني كعطاتنا سوبسيدي البلديه اللي كتمولنا. شحال عندكم ديال الناس؟ عندنا دابا عندنا شي 20 ديال الناس، 20 ديال الناس، الناس الكبار ما عندهم لي، هاد الناس اللي كيجيو عندنا هنا ما عندهم فاميليا في الديور، ما عندهم الاولاد، ما عندهم، كيجيو عندنا هنا يعني غير وحدهم كنعاونوهم. فاش كتعاونوهم؟ كنعاونوهم في الانشطه هنا، كنعملهم يعني كنتمشوا معاهم للسبيطات، ونمشيو معاهم للدكتور، ونمشيو معاهم نقراوهم البراوات، ونعاونوهم في كل مساله اللي لا هما ما عارفين لا هولنديه ولا هما كبار في السن ومرض، وكنعاونوهم في كل اي حاجه كنعاونوهم. شكرا لكم. سارة اشحشاح، طالبه في الجامعه هنايا في يوتريخت في هولندا، كندرس الاسلام واللغه العربيه. انا جيت هنا اليوم على اساس الخدمه ديالي، كنخدم كترجمان، بان حيت كاينين كيديروا بزاف ديال اوندرجوك، كيبغيو يعرفوا هاد الناس هنايا الكبار اللي ما كيعرفوش يهضروا باللغه الهولنديه اش كيحسوا، واش هادشي هاد العنايه اللي كيعاونوا باش كيعاونهم، واش كتعاونهم او لا. وانا جايه باش ندير معاهم استجواب ونشوف شنو الراي ديالهم وشنو باغين يتبدل، واش نقولوا الحكومه الهولنديه كتصنت لهم او لا. داكشي علاش انا جايه هنايا،
واللي شفت اليوم نفعني حتي انا كبنت مغربيه ومقيمه بهولندا، نفعني بزاف. كانوا كيهضروا على الديور اللي محفظين واللي ما محفظينش، واش الحكومه الهولنديه عندها الحق باش تمشي وتسال المغرب او الحكومه المغربيه تقول لهم عطوني انا المسائل ديال فلان وي فلاني، وداك الشيء عاوني حتي انا زعما باش نعاود هاد بحال هاد الانفورماسيون نمشيو ندوزو عاود اللي قراب لينا. وهضرت مع واحد السيد، درت معاه استجواب وبقى فيا بزاف والله الا شفاني. الراجل ساكن بوحدو في دار، ما كاين عنده لا حنين لا رحيم، وما كيتفاهمش حتى مع الاطباء. قال لي كنت غادي نموت، والطبيب كيقول لي انت ما فيك والو. بحال هذوك المسائل انا كيأثروا عليا بزاف، وداك الشيء علاش كندير اللي كندير. يا داك الشيء علاش انا جيت اليوم هنايا باش نعاون ونسمع وتانا نوضح للناس شنو هما الحقوق ديالهم هنايا في هولندا. انت خلقتي هنا في هولندا ياك؟ نعم، مولوده بهولندا. نعم. وكيفاش كتحسي براسك يعني كمغربيه تخلقتي هنا يعني اتجاه المغاربه المسنين اللي كاينين هنا؟ المسنين، كل مسن هنا في هولندا كنشوف فيه جدي او حنا كلهم. فيما قدرت نعاونهم كنعاونو. نعاد دابا شحال فرقت على الناس النمره ديالي باش كنقول لهم الا خصكم شي معاونه او بغيتوني نتصل بالطبيب او بالسبيطار نمشي معاك، انا غادي نسمح في خدمتي ونسمح في قرايتي ونمشي معاكم. علاش؟ حيت كنحس بواحد المسؤوليه، كنحس بواحد العنايه، حتى انا خصني نعاونهم. حتى انا مسؤوله ماشي غير كمغربيه، كمسلمه بالانسانيه، خصنا نتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى، قال الناس ربي سبحانه وتعالى. داكشي علاش انا كندير اللي كندير. وكمغربيه انا كنحس براسي مغربيه 100% سي بور سا كنعاون الناس هنايا. واش كتشوفي بلي كاين مجموعه ديال الشباب بحالك كيديروا نفس الخدمه اللي كديري؟ عاد دابا قلت لهم راه كاينين المحسنين بزاف اللي كيبغيو يديروا، غير ما كيعرفوش فين يبداو او ما كيعرفوش فين يمشيو باش يقدروا يعاونوا الناس. بحال كاينين بزاف اللي كيبغيو يعاونوا. فاش كنجي نهضر انا مع صحاباتي كنقول لهم شوف راه فلان وي فلاني كتلقاه مضر، ما كاين اللي يعاونو، ما كاين اللي يوقف معاه، حتى هما كنلقاهم عندهم هذيك الشفقه في القلب كيبغيو يعاونوا ولكن ما كيعرفوش فين يبداو. دابا بحال هذه المؤسسه اللي تحلت هنايا عام اللي فات، يقدروا هاد عاطفه زورخ يقدروا الناس يجيو ويطلبوا المعلومات نتاع الناس ويجيو يعاونوا هنايا زعما بلا شي رد الفعل، بلا يتخلصوا بلا والو، غير لله في سبيل الله. نعم. واش تقدري تنشريها بين صحابك باش يبقاو يجيو؟ طبيعه الحال هذاك الشيء اللي غادي ندير هو اولا، هو غادي نمشي ننشرها وغادي نقول زعما نغوت المحسنين باش يديروا شي حسنه ويعاونوا هاد الناس المسنين اللي نقولوا ضايعين، والله ضايعين. باش هاد الراجل، غير هاد الراجل غير واحد نقولوا حوته في البحر، غير مضر يا مضرور بزاف وبقى فيا. وزعما الا قدرت انا نعاونو ولا نعاون ناس اخرين باش ننشر هاد الاخبار، من طبيعه الحال غادي ننشرو. نعم.